اسمع إن كان لك قلب. لمن كان له قلب اسمع. اسمع. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة إنه يوم الطامة. يوم القيامة ويوم الصاقة إنه يوم الفرار. يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عبد الله. عبد الله. يا عبد الله. أما تتذكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل. الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية. كيف تكون النهاية يوم القيامة لو علمت بنومه لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. لفررت من أهل ومن أوطاني. لا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان. فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مجني. فلا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذ. لمن كان له قلب. عبد الله. لا تظن أن الحساب سيكون يسير. ستسأل عن القليل والكثير. ستسأل عن الصغير والكبير. ستسأل عن العمر بما أفنيته. ستسأل الشفاعة. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة. يا ربي أمتي. شدة الأهوال نادى بأعلى الصوت أمتي أمتي فأين أمتك. فأين أمتك. سيئاتك بدلها حسنات. لحظة الندم. هي لحظة يا شباب. لحظة يا جماعة والله العظيم. لحظة. في لحظة تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني. لحظة. النبض قطع. لحظة. النفس اتقطع. فلانة الطالبة الجامعية اللي ماتت في لحظة. وفلان الطالب الجامعي اللي مات وهو في السكشن بتاعه. وفلان اللي جابوه جثة من الجيش. وفلان اللي كان مات في حادثة. وفلان ايه يا جماعة ده؟ لازم نتوقف. لحظة ندم. في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه. واحد ما بيفوقش غير لما يصلي عليه. لحظة الصفر دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية؟ هنكون على ايه يا جماعة؟ انت عشت على ايه؟ انت عايش على ايه؟ وهي في غيبوبة قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقع ميتة. فبدأ اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله. ما يقولش قول لا اله الا الله. ما يقولش قول لا اله الا الله. في الاخر بيقول له الكلمة دي مش قادر اقولها. صرخات من تحت التراب. صرخات من ناس ماتت. صرخات ايه تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها. صرخه من البنات اللي في غيبوبه. انا عايزك تقف وتفتح الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللي قال هقابل بيه ربنا. ده اللي انت هتتحاسب عليه حته حته قدام ربنا. صرخات من تحت التراب. قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. نزل ملك الموت خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخذ روح. بيقول ما يشوفه اخذ. اتأخر ساعة اتنين تلاتة اربعة. امه مش عارفة هو اتأخر ليه. كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي. يا للفضيحة. صرخات صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام.
قالوا له احنا الثلاثه ابونا مات لسه ميت. احنا الثلاثه في ليله واحده كل واحد فينا شاف ابونا قبره مولع عليه صرخه. الشاب اللي ماشي في الشارع بالام ب 3 ما يقدرش يمشي من غير اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه. الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت ما نزلتش عنده لحظه ندم. انت جاي الوقت تبكي، انت جاي الوقت تشوف رحمه ربنا فين، انت الوقت جاي تندم. طب الى الله لما الامتحانات تخلص. طب الى الله لما اتجوز ولا بنت حلال. طب الى الله لا اما اخلي الطاقه بقى ليه ذريه. طب الى الله اعمل لهم مستقبلهم. موت موت. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حالنا ده لا يمكن يستمر كده. الطائع لازم يزول، والغافل لازم يفوق، والعاصي لازم يقف مع نفسه واقفه يرجمها يلجمها يقول لها توديني فين؟ انا ما استحملش عذاب ربنا، توديني فين؟ فوقي فوقي. لحظه ندم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور.